مبروك الفوز على الزمالك، كان لازم الفرحه تكمل بالفوز على الزمالك من اجل اسعاد جماهير النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، طبعا برحب طبعا بكابتن اسلام، بجمهور النادي الاهلي. طبعا الحمد لله يعني قدرنا نتوج الفوز ببطوله الدوري بماتش النهارده. كان ماتش رتمه قليل شويه الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني كان الريتم اسرع شويه. الحمد لله قدرنا ناخد 3 بونت ونتوج فعلا الفتره اللي فاتت والتعب بتاع السنه. الحمد لله بعد نهايه اللقاء المقاولون العرب وفوزكم بالدوري وتتويج الدوري، انتوا كلاعبين جلستوا قعدتوا مع بعض اتكلمتوا ان احنا لازم نقفل صفحه البطوله ونركز في مباراه الزمالك لان المباراه قيمتها كبيره عند جماهير النادي الاهلي. بالظبط بالظبط كده، يعني احنا بعد ماتش المقاولين طبعا فرحنا يوم، طبعا تاني يوم طبعا خلاص قفلنا على نفسنا وبدانا نركز تاني في ماتش الزمالك، لان دايما ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى مختلفه عن اي ماتش. والحمد لله يعني قدرنا ناخد 3 بونت بالتركيز بتاعنا وبالاصرار. الحمد لله. بشكرك كابتن ايمن وبالتوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه. شكرا ربنا.